متنافسين جدد يطمح كل واحد من بينهم انه يكون هو الفائز بتشوب تحدي الطب. مروه الهاشمي، نور الدين اليوسف، زينة مكي، محمد زكاري. بسم الله. او ماي جاد، كنت حاسة. راح يعطون كل ما عندهم في المطبخ عشان يكونون عند حسن ظن لجنة التحكيم. حبني او حب غيري. الله، احس في شيء يحترق. شلون بيحترق؟ بركان. نو نو نو، عم بيحترق الجيش تبعي. ما في صحن. لا دجاجي. انا كل واحد ما بدوق صحنه عندي مشكلة معه. أنا بالنسبة لي أنا ما حسيتش بطعم حي. غلطة الشاطر بلف. أنتم تتابعون تشوب تحدي الطبخ. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. رحبوا معي بأعضاء لجنة التحكيم، ثلاثة من أهم الشيفس في العالم العربي: شيف جو برزة، شيف سلمى أحمد، وشيف مصبح الكعبي. صواطيركم جاهزة؟ نعم. والآن خلونا نتعرف على المتنافسين الأربعة اللي راح يخوضون الليلة تحدي تشوب. نور الدين اليوسف، إعلامي، ممثل وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي. بديت سنة 97 في تلفزيون دبي، يعني عمر كثير هني ما شاء الله، فبعتبره بيتي الأول وتأسست هني. بديت السوشيال ميديا بحكم شغلي في التلفزيون صراحة، يعني ما كان عندي أي اهتمام في السوشيال ميديا، وبالصدفة البحتة بديت شوي أكون أكتف عليه. المتابعين القدامى يعرفون أني أطبخ، لأن كنت أقل شيء أحط بوست على الإنستغرام حتى أسوي فيديوز أنه كيف أسوي البروتين شيك، أنا كرياتيف واي، يعني هالأشياء البسيطة الهيلثي اللي أنا وايد أحبهم، بس أعتبر نفسي فاشل في الطبخ. في تشوب تجربة جدا جميلة، الطبخ في فن، في ذوق، في إحساس عالي، في حب، كل الأشياء موجودة عندي، بس التطبيق والفهم كيف؟ أنتم بتشوفون. زينة بكي، ممثلة ومؤثرة على صفحات السوشيال ميديا. صار لي 12 سنة بمثل، بلاقيها أحلى طريقة أنه أعبر عن حالي وعن مشاعري، لأنه عم كون شخصيات مختلفة. هيدا الشيء مش منطقي وما بيتصدق وظالم كمان. بس أوقات بحب العالم يشوفوا زينة بالحياة العادية مين هي، بعيداً عن أجواء التمثيل. أنا ماني شيف، بس أنا حداً بيطبخ بكتير حب، وقت أطبخ بصير. أنا اليوم جاية على تشوب تأتسلى وأضحك، بس المنافسين اللي معي بدون ينتبهوا لليوم. محمد زكاري، مدون طعام. معروف بزو كيتشن، قناتي على السوشيال ميديا. شغفي بالطبخ بلش من أنا وصغير من أمي، وكنت أقضي معظم الوقت معها بالمطبخ. بدأت أحط صور على السوشيال ميديا، وبعدين الصور بلشوا يصيروا فيديوز، وشوي شوي صاروا يكتروا المتابعين والأونلاين فاميلي. تشوبت كنت بحضر أنا وصغير، فهو من البرامج المفضلة عندي، ويعني هو مثل حلم هلأ أكوني أنا مشارك. يمكن المنافسين التانيين شاطرين قدام الكاميرا، بس انا اشطر بالمطبخ. طبق زو كيتشن ما راح يتقطع. مروه الهاشمي، مدونه موضه، موديل وممثله. بديت عالم الموضه من سنتين ثلاث سنوات شي تقريبا على الانستغرام، دوم اقول ان الموضه تعبر عن شخصيه الشخص. بعد في ماي بيج مو بس عن الموضة، عندي هواية ركوب الخيل، الحين أحول من هواية لبروفيشن. صراحة أنا في الطبخ بطبخ بيض، ولو صد 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 وايد جوعانة وما في حل، سندويتش جبن. أنا في تشوب عشان عندي عزيمة وإصرار ليفل مليون، فإن شاء الله رح أربح. Watch me. يا هلا وسهلا فيكم.
الليلة الجمهور راح يتعرف على جانب جديد من شخصيتكم، وخصوصا إذا أنتم تعرفون تطبخون ولا لا. أمامكم ثلاث جولات، مقبلات، طبق رئيسي، والحلا. في كل جولة راح نعطيكم سلة فيها أربع مكونات سرية لازم تستخدمونها. عندكم مخزن تشوبت في كل المكونات الإضافية اللي ممكن تحتاجونها، مزود من قبل تعاونية الاتحاد. مين منكم راح تنفذ كل أطباقه من ساطور التقطيع ويفوز بتحدي الطبخ؟ جاهزين للجولة الأولى؟ جاهزين طبعاً. يلا جولة المقبلات، لو سمحتوا افتحوا السلم. بسم الله. أوه ماي جاد، كنت حاسة. عندنا في السلة شوربة بالشعرية. ليه في شوربة مطبوخة؟ عين شو لازم أعمل بالضبط؟ صدور دجاج. هاي نقطة ضعفي، أنا ولا مرة مسكت دياية في حياتي، ولا مرة قصيتها. صلصة الصويا الحلوة. زنجبيل طازج. على طول سلطة. سلطة شو؟ سلطة دياي، أسهل شيء ممكن واحد يسوي. لتحضير طبق مقبلات يحتوي على هذه المكونات عندكم 20 دقيقة. وقتكم يبدأ الآن. أبا جلافز. أول شيء لازم أحط جلافز، بدون جلافز ما أنا ما أشتغل. مستحيل أمسك التشيكن، مو بهالظفور بخربهم. كل ما ألبس الجلافز يقطع. تميت يمكن سنة كاملة ويا الجلافز أتضارب معاه. شفت الدياية شو أسوي فيها؟ أقول لك أغسله. Just add a little bit of vinegar. وين الفينيجر؟ هون 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 جنب الزيت. شفت وضع مروة وعم بحاول ساعدها، بس كمان الوقت ما بيكفي أساعد حالي. طيب هلا رح أعمل سلطة دجاج مع نودلز باردة مع البينات باتر صوص. تبغى شو يسوي؟ يسوي نفسه. صراحة أنا ما عندي ولا خطة. شفت محمد يشيل الدياية قصة، قلت يلا بسوي نفسه. ها ما بعرف شو رح أعمل. I'm gonna improvise. رح أجرب أعمل دجاج بنكهة آسيوية. توتر ماكسيموم. I will marinate it. طلعت دفة التقطيع وقطعت الدياي. زين الشوربة كيف أستخدمها؟ لحد الحين أنا مش عارف. فتفلسفت وشلت النودلز على طرف وحطيت عليهم صويا صوص وبرشت عليهم شوية زنجبيل عشان بس الفليفر. خلاص بس راح من الوقت. أول خمس دقايق. شعور توتر مليون. راح أجيب السبراي وأحطه على البان تقلب الدجاج على الغاز. حس الزنجبيل مع الدجاج بيعطي نكهة كتير طيبة. بحب زيد الترياكي على الدجاج، إن شاء الله هاي الخليط بين الترياكي صوص وصويا يطلع شي طيب. بدي أكب شوي من الصوص على الطبخة تا يطعم الدجاج شوي. بدي أحط الدجاج، أحطه بمارينيد مثل تتبيلة سريعة اللي هي معمولة من الصويا والخل، وأعطيه بس نكهة قبل ما أحطه على النار. راح اروح على المخزن بجيب الاغراض الاكسترا. جبت الرايس نودلز. حلاوه الرايس نودلز انه بتعطي طعم كثير طيبه، وكمان بتجيب مثل نكهه اسيويه للطبق. انا الشيء اللي عارفه اسويه صراحه تتبيل. It's not working. مش حاسه ان مروه دخلت مطبخ كثير بزرة. مروه جاي سياحه. دياي فوق الغاز ما يشتغل، عشان اقول شو السالفه. حطيت الدياي على الجريل. على طول اسوي السلطه. خليني احطهم اول. هذه السلطه. اوه الدنيا حلوه وايد. طبعا
راح نص الوقت وباقي 10 دقائق. يا الله شو بسوي؟ هلأ راح أسقط النودلز بالمي عشان بدي أعمل الصوص. الصوص حطيت فيه زبدة الفول السوداني والجنجر، وحطيت عليه كمان الصويا اللي موجودة، بعدين حطيت عليها خل وليمون. بس يخلص النودلز بدي أقلبه مع الصوص. دجاجي؟ Oh my God! الحمد لله لحقت عليها قبل ما تحترق ورجعتها مرة ثانية عند هالشيء المقلق. Excuse me, senor. ما make a chicken wrap لأنه أسهل شيء وأسرع شيء وماشي وقت أصلاً. حسيت إنه في شيء غلط. دياي مش عارف كيف أسويه. بنقلها مكان ثاني وبقليها أحسن بإيدي. باقي من الوقت 5 دقائق. الدجاج ما عم بيستوى على المقلية، في مشكلة. رح حط الدجاجات هون تخلصوا أسرع. بعد في مكون أساسي ما استعملته هو صوص الصويا، أكيد رح أزيده على الدجاج. ناقصني كثير فليفرز، رح أجيب فطر، رح أجيب لوز، ورح أجيب ذرة مستوى خالص، هو الأساسيات. حولته من الجريل لأنه كان عم ينحرقوا لا نار أهدى. محمد أنا بجد مستني أكل طبقه، فاهم هو بيعمل إيه؟ عم حاول أقطع شوية مكونات تنحط مع السلطة. كيف القشرونة؟ الدنجر حتى ما أعرف أقصه، حطيتها فوق الدياي مع إنه ما أعرفها شو سوى في الحياة. هي شليت الشوربة بس بدون الشعرية، حطيتها في الدياي عشان يعطيها شي فليفر. لحقت الدجاج على آخر لحظة لأنه شفته شوي قاعد يحترق. الصوص كله كان عبارة عن أفوكادو بلسامكو وزيت زيتون شوية بس، وحطيتهم وخلطتهم والحياة حلوة. هذا أسهل شيء سويته اليوم. باقي من الوقت 3 دقائق. أحس في شيء يحترق. عم بيحترق الدجاج تبعي. يا عيني في مصيبة تانية، الصوص تبعي عم بيتحرق، يعني لا دجاج ولا صوص ما في صحن، كله احترق. اوكي بدي اجرب شيل الاشياء المحروقة عن الوجه، بس بدي ادوق قبل. محروق. هيدا كان مفروض يكون شيء كثير طيب. هلا عم بمكس النودلز بصوص البينات، لقيته متماسك معي. عم بطلع على الوقت، بدي اجيب مي، ما بلحق اجيب مي، ما فيني خففها. اكيد بدي الحق اعمل كل هدول. كم دقيقة؟ 60 ثانية. حطيت هالبينو، من انا اصلا ما احب هالبينو، بس قلت يمكن هم يحبونه، ولفيته وسكرت عليه. حبني او حب غيري الله. صرت في عمري خيال، صرت في عمري خيال. شو هالساندويتش الحلو؟ سو انا سويت ساندويتشتين بس، لازم 4 ساندويتشات. شو اسوي؟ انوفيشن. قصيتهم استووا 4. شو اسرع طريقه ان انا زين طبق بندوره واحده؟ بما انه كل شيء احترق عم فكر اعمل سايد سالاد. عشرة، تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. أرفع إيديكم. بس عم بتخيل هلأ شو ردة فعلهم لما يدوقوا الصحن المحروق تبعي. يعطيكم العافية. خلونا نشوف لو الأطباق اللي سويتوها راح تعجب اللجنة. إن شاء الله.
تفضل. زينة، وش الطبق اللي سويتيه؟ دجاج آسيوي مع سلطة خضراء. صراحة I added the salad، أنا كتير صريحة، لأنه انحرق مع الدجاج. طيب له اسم الطبق؟ صار اسمه طبق المحروق هلأ. خلنا نشوف رأي لجنة التحكيم إذا رح يعجبهم. تفضلوا. زينة يعطيك العافية. مرسي. ليك الدجاج ما انه محروق، بس تحطي الصوص اللي حطيتيه لأنه فيها سكر بفتكري احترق، هو ما انه محروق. أوكي. هو شوي ناشف. أوكي. أنا كان بس عندي مشكل بالحجم طبعا السلاد. يعطيك العافية. شكرا. ثانك يو. أنا كان نفسي باللي أنت عملتيه ده كله، لأن هو طعمه فعلا حلو، طعمه مش وحش خالص، يعني ممكن يكون عندي أنا فراخ ناقصها ملح ونشفة شوية. بس كان نفسي بالمكونات، بالمشرومز، بالكورن، الذرة وكل ده، إنك تعملي سالاد، لأن مش ولا هو أبيتايزر ولا هو سلطة. صح، إن بتوين. بالظبط. بس لا، تسلم إيدك. ثانك يو. حلو قوي. صحتين. واو. عجبتني نكهة الزنجبيل في السلطة، كثير طالعة طيبة. انت شو استعملتي، صويا ولا الترياكي؟ الاثنين. يا ليتك ما رحتي للصوصين، لان الصوصين تحطيهم مع بعض كذا بينخبصوا بيطلعوا بلا طعمه. بس توليفه السلطه عجبتني. yes. يعطيك الف عافيه. شكرا. ثانك يو. الله يعافيك. الان نور الدين، عرفنا عن الطبق اللي سويته. سلطه الدجاج الاسيويه. جميل. نعزم اللجنه. تفضلوا. بالهنا والشفا. تفضل. الدجاج وايد طري، حبيته، حسيت بكل النكهات. الشيء الوحيد اللي ما حبيته، أنا ما بحب المشروم يكون رو. يعطيك ألف عافية. تسلم. ما استطعمت بطعمة الصويا. الدجاج مطبوخ منيح، السلطة ما أنا ناشفة، بس عندي مشكلة بالبرزنتيشن طبعا. الفراخ very juicy وطرية، ويعني استمتعت بها قوي. هل هي Asian salad؟ لا، مش حاسة إن هي آسيوية بصراحة خالص. فتسلم ايدك. شكرا. مروة، وش الطبق اللي سويتي؟ اسمه سندويتش نص الليل، لان انا احس بسوي هالشيء اذا انا جوعانه نص الليل. شي اوه باكل شيء، شي اسوي هذا. لجنه التحكيم. اهم شيء الطعم. ها، اهم شيء الطعم. بصي، هي طعمه مش وحش. شفتي كيف؟ بس في حاجه، لو هتحطي كميه الهالابينيوز مبدئيا لازم يا اما تستعملي جارنش حاجه عشان تبيني ان ده حرق. وبعدين دي بقى انا مش قادره افهم. طب كانت ايه؟ يعني هذه عشان تطفي على الهالابينيوز. لا، هاي تحترقين تعطيني انت بندوره واحده. ده حامض، مش هيساعدني كثير على فكره. طماطم حامض اصلا. فيعني والله انا اول مره كليتها في حياتي، تخيلي. تسلم ايدك. شكرا. صراحه الطعم عجيب، انا ما تخيلت انه يطلع كذا. شكرا. عندي مشكلتين، طريقه التقديم هي. وعندي مشكله في البورشن، بس حلوه الفكره وعجبني الطعم. شكرا. يا ابو كلف. عافيه. اهم شيء طعم. شكرا. انا بالنسبه للبورشن، لو الصحن صغير ومحطوط تحته سلطه فيكون مقبل. الحر يا ريتك فرمتيه، كان مش حاله. طعمته من جوا كثير طيبه. اوكي. اهم شيء البندوره. اهم شيء البندوره، هاي يمكن احلى شيء في الطبق. يعطيك العافيه. شكرا. محمد، عرفنا عن الطبق اللي سويته. اليوم حاولت أعمل سلطة آسيوية مع زبدة الفول السوداني. إن شاء الله يعجبكم. محمد يعطيك العافية. الدجاج طري، والتتبيلة تبعه جدا رائعة. الفكرة مع النودلز فنانة مرة، عجبتني مع زبدة الفول السوداني. اللي ما عجبني المكونات اللي برا. يا ليتك حطيت تبلتنا شويه حامض، زيت زيتون، ملح، بهار، شيء كذا. يعطيك الف عافيه. شكرا. الدجاج كثير طيب، والافوكا والفلايفلي. عندك مشكله بالنودلز لانه شوي مطبوخه زياده. انا بقول يا ريت كان فيها شويه كزبره، سيسامي اويل، بصل اخضر، كانت طلعت امبلي. بس يعطيك العافيه. الله يعافيك.
كتقديم حلو جدا، كفكره حلوه جدا. ايه اللي كنت انا ممكن اعمله عشان اغيره شويه؟ الدريسنج، كنت هقلل البينت باتر شويه عشان ما يبقاش مغطي على بيت الفليفرز، وكنت هزود شويه جنزبيل وشويه حار علشان بس تعمل بالانس ما بين ده وده. بس كطعم هو حلو جدا. تسلم ايدك. يعني الان لجنه التحكيم تذوق الاطباق ويحتاجون بعض الوقت عشان يقررون مين يا ترى طبقه يستاهل الاستبعاد ومين طبقة يستاهل ينقله إلى الجولة الثانية. شكراً، أشوفكم بعد شوي. هو مثل ما إحنا ما كنا متوقعين شو بيقولوننا. They were so nice، كانوا وايد زينين معنا. ما بنعرف كيف القرار بيكون. 100% كان كثير مني. يعني أنا صراحة أنا حس إني بخطر، بس ما أعرف. You never know، ما تعرف يعني. بعد ما ذقتوا الأطباق، مين اللي طبقة يستاهل يتقطع؟ أنا طبق زينة بالنسبة لي، راحت بالصوصين، فلا ترياكي ولا صويا. أنا كانت مشكلتي الأساسية إن هو ولا كان سلطة ولا كان أبتايزر، كان حاجة ما بين الاثنين. شو رأيك في نور الدين؟ ليك نور الدين طبقه ما كان ناشف. صحن توليفته طيبة كانت. المفاجأة كبيرة مرة. هو كان ربع ساندوتش وطماطمية. ليك أنا فاجأتني بالطعم. الطعم مش وحش خالص. طعم كتير طيب. وذكية. محمد عجبني الفكر، طلع كذا برا عن المألوف، عمل الراس نودلز. عجبتني اللي فيه الغرابة، عرفتي؟ هي دافنت فيها ابتكار. الدجاج كان كثير طيب. الفلايف اللي ما عندي مشكل فيها، أنا كان عندي مشكل بالنوفلز. ده صحيح. وإلا الباقي كله كان الباقي كله كان كرييتيف جدا وفي ابتكار فعلا يعني. جميل. طيب وصلتوا إلى قرار نهائي؟ نعم. الآن جاء وقت إعلان نتيجة الجولة الأولى، واللي راح نعرف فيها مين صاحب أول طبق راح يتقطع ويغادرنا. خلونا نستقبل المتنافسين. ثلاثة فقط منكم راح ينتقلون إلى الجولة الثانية، واحد راح تنتهي بالنسبة له تجربة تشوبت. مين منكم نفذ طبقة من ساطور التقطيع؟ ومين اللي طبقة على لوح الاستبعاد؟ اوكي. مروة، طبقك تقطع. حابة تقولي شيء للجنة التحكيم؟ فخورة اني حطيت طبقي السندويتش هذه قدامكم انتم، وجربتوا عيبكم اهم شيء الدي اي وتعلمت. شوفي ان هذا اسمه ارتجال، يعني انت ما عمرك دخلتي المطبخ وتطلعي نص سندويتشه والدي اي كذا طعمته طيبه. وايد تمام، بس في تقديم طعم والابتكار. فللاسف يعني صحنك ما وصل المستوى اللي احنا كنا نرغب فيه، وعشان كذي صحنك تقطع. شكرا مروه، شرفنا فيك. شكرا، باي، جود لك، باي. تجربة تشوب غيرت نظرتي للطبخ. يعني أنا ما توقعت في حياتي أنا بي أقص الدياي، وأنا وايد مستانسة أنا دخلت هالمكان وعلمني أن أسوي هالشيء أنا مستحيل أسوي. نور الدين، زينة ومحمد، جاهزين للجولة الثانية؟ جاهزين. جولة الطبق الرئيسي، لو سمحتوا افتحوا السلل. عندنا في السلة محار وحبار. كائن بحري، شو هيدا؟ مصدومة. أوف. لوبيا. نعم، اللوبيا كيف مع الحبار. نودلز. صلصة الصويا. طلعت الصويا حبيبة قلبي، هي المكون المتكرر. لتحضير طبق رئيسي يحتوي على هذه المكونات عندكم 30 دقيقة. وقتكم يبدأ الآن. رح أحاول أعمل سترينج بين سالد، رح أعمل سايد نودلز معها، وبعدين رح أعمل كالاماري مقلي. جبت المكونات اللي بدي أطلبها وزيادة. لوبيا أول شيء رح أغليها، بعدين بعد ما أغليها رح أشوحها على النار مع شوية زبدة وليمون. أنا قررت حتى النودلز أول شيء على النار، في مكونات هينة وفي شيء ما في حط إيدي عليه، ماني عارفة شو بدي أعمل بالحبار. يا الله مش قادرة أمسكها.
ماني قادرة أمسكه، عم جرب مش قادرة أحط إيدي عليه. حط جلوفز. أوكي، I'm ready. صراحة أنا عم بكتشف شيء جديد هلأ مش شايفته بحياتي كلها ولا ضايقته أصلاً. درس تعلمته من أول جولة إنه بدي أتروى. قررت ما أستعمل شيء من هون لأنه ما قدرت. رح أعمل نودز الحبار مع لوبيا خضراء على جنب. بحاول أنظف هذا الشيء لأن المفروض يتنظف. أنا أول مرة أمسك هذا الشيء فطلع الحبر. كيف ينظفون الحبار؟ أنا عادةً بشيل الحبار بغسله وبنقعه في صودا، صودا ووتر. برافو عليك. عرفت؟ سكر كمان وسكر. لخمس دقائق عشان يطرى. رحت وغسلت وحطيت ويلا قطعت وسويت ونظفت. أنا آكل فرايد كالاماري، يعني آكل الحبار مقلي. فرايد ينحط بطحين، راح تجيب طحين. راح أول خمس دقائق من الوقت. أزعل شيء الحبار لأنه خصوصاً إنه مش منظف، وبدي أتأكد إنه ما في أي كارتلج موجود، خصوصاً إنه راح أقدمها للجنة حكام. عم بعمل الكالاماري رينجز، راح أقلبهم هلأ مع نشا ودقيق وشوية بهارات، بعدين راح أقليها. بعتقد النودلز استووا وصار لازم صفيهم وشيلهم من ميتهم. إجا وقت اللوبيا. الكات ذا تيبس وراح أسلقهم. رحت على القلاية. بركان. شفت اللي حصل هناك؟ شو؟ شو صاير؟ نوره قازت كله من القلاية. تمام هو ولا أروح له؟ بكون حطة مي، بكون فيها مي، مي مع الزيت، نيح ما حرق حاله. لا 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 لا. كنت طحت، ما توقعت يصير اللي يصير. فجرت الدنيا في المطبخ، ما أعرف شو سويت أنا. خبصت الدنيا. لسه يبالهم شوي. راح من الوقت 10 دقائق وباقي لكم 20 دقيقة. جبت الحبار وحطيته بالخلطة اللي عملتها. دقيق ونشا وملح وفلفل وبابريكا. أي في زيت على الأرض. الدنيا فايرة، شو عم بيصير؟ حطيت الحبار. إنني أتدمر. إن شاء الله هي تكون أول وآخر مرة بتعامل أنا مع الحبار. كاجو بحسه شيء أساسي كتير بالأيجين كوزين. رح حمصهم مع المقلية. بسوي النودلز. أنا قاعد أخبص، أنا يا جماعة مش عارف شو قاعد أسوي، فعلاً مش عارف شو أسوي. رحت المخزن وقلت I'll get creative. سويت نساور، الله. جبت كاجو، قلت بشويه، بقلي، بسويه به. راح نص الوقت وباقي 15 دقيقة. هلا رح أعمل النودلز بسرعة. هذا دقيقتين هدول. الحبار عم بيطرطش بيلي بريحته وما بعرف شو بدي احس. حط لهم شوية. اثناء الطبخ حافظوا على نظافة المكان، ابقوا محميين دائما. قطعنا البروكلي، قطعنا اللوبيا، شو نسوي فيهم؟ نسلقهم. باقي من الوقت 10 دقائق. شم ريحة بتطلع وراي. انحرقت الزبدة. لأنه النار كتير عالية فراح أوطي عليها الزبدة هلا، راح أحط زبدة ثانية. صراحة ما في وقت والضغط زاد. بعمل بس شوية بصل. قلت ما في وقت، حط كل شيء وقلي، ما في وقت. قليت الكاجو على مهله، قليته بالزبده. بعدين جبت جدر كبير وخلط كل شيء فيه. حطيت الصويا صوص والسويت اند ساور مع بعض وخلطتهم والحياه حلوه. لوبيا رح شيلها وحطها على جنب، هيك بكون امنت اللوبيا انا. يلا. انا كثير بحب الذره الحلوه، فكمان رح استعملها بهذا الطبق. باقي من الوقت خمس دقائق. حطيت كل شيء مع بعض.
احط عليها بارميجان عشان مثل يصير كريمي صوص. الصوص ما مسك معي، حطيت له شويه كريم عشان يمسك. ويلي على الخبصه. باقي ثلاث دقائق. انفجار ثاني. نور الدين هذا مش يومك اليوم. ايه هتقول صراحه لا. كل شيء قدام كان طاح، ما عرفت شو اسوي. النودلز ما بديها تكون ناشفه ابدا، اكيد رح احط صويا صوص بعد. ستين ثانيه. بيهايند حبيبي، حطيت الكلاماري من فوقه عشان يضيف مثل الكرانشي فاكتور عليه. يا الله لا ملح ولا بهار ولا شيء ولا فليفر ولا شيء، بس ضروري حطه، ما عاد في وقت. آخر فرصة لكم تزينون أطباقكم. أنا بعد إني أزين على آخر ثانية. عشرة، تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، أربع إيديكم. هاي أول مرة بحياتي أقدم طبق ومش دايما. التقديم، الطعم، الابتكار، هذه المعايير اللي راح يتخذونها لجنة التحكيم عشان نعرف أي طبق رئيسي راح يتقطع وأي طبق راح يقطع. تفضلوا. نور الدين، سلامات على الخبيصة اللي صارت جهة الزيت. إيش اللي صار معك بالضبط؟ كسرت الدنيا، ما أعرف يعني، مو مركز أنا شو قاعد أسوي، مركز على أنك شو بيطلع، يعني لازم هذا مع هذا، فمركز حوالي مش مركز صراحة. طيب عرفنا عن الطبق اللي سويته. هذا الطبق سويته من كل قلبي، لأن أول مرة أمسك الحبار ما أعرف كيف يتصرفون فيه. وش سميته؟ تجربة النودلز. جميل، خلنا نشوف لجنة التحكيم إذا راح يحبون تجربتك. أنا عندي مشكلة مع الطبق بصراحة. أنت اعتمدت على صوصات جاهزة شوية، اللي هو الصويا صوص، وأنت استعملت أي سويت أند ساور؟ سويت أند ساور، وما استعملتش أي إنجريدينتس فريش عشان تطلع طعم. حطيت بس بقدونس فوق. أنا بالنسبة لي أنا ما حسيتش بطعم حاجة، يعني it was very flat. المشكلة بقى في السي فود، أنا مش عارفة أخده بالشوكة. أنت مقطعه حتت صغيرة قوي وناشف جدا. أنا آسفة. نور الدين يعطيك العافية أول شيء على المجهود اللي سويته والخبصة اللي صارت وياك في المطبخ. أول شيء كبرزنتيشن عجبني، شكله آسيوي، شكله سويت أند ساور، بس يوم تيجي تاكل كله يضيع. اللي عجبني الكاجو محموص تمام، النودلز مستوي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا. لكن لازم تسميه المحار والبحار يسبحان في بحر النودلز. تعرف ليش فار الزيت معك؟ لا والله لا، كان بعضه مي الكلامار، زيت ومي والزيت حامي دغري بفور وبيطلع منيح، ما حرق لك شيء. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. سلام. شكرا نور الدين. زينه، عرفينا عن الطبق اللي سويتيه. نودلز الحبار مع اللوبيا الخضراء. لجنة التحكيم تفضلوا. بالنسبة لحدا ما انه شاغل بالحبار، لأنه هذا يعني حتى نحن بين الشفية في ناس ما بتعرف تعمل هون، آسي، بس التوليفة طيبة، ما انه بطالي أبدا، الطعم طيب، كان بنشتغل شوي على التقديم تبعه، بس بقول لك يعطيك العافية. ثانك يو. تسلم إيدك. بحاول لك الاول الحاجات اللي عجبتني. عجبتني انك انت اخذتي السويت كورن ويكوكت شويه عن ان هو تحطيه ني. عجبني الاضافه بتاعه الكاشيوز طبعا واللوبيا. اللي مش عاجبني بقى الصوص، كان ممكن يبقى ليه طعم اكتر. ده بالنسبه لي المشكله الاساسيه. بس تسلم ايدك. ثانك يو. ثانك يو. شوفي الطبق عجبني، في طعمه. المشكله يا ليتك خليتي ينطبخ سنه للنودلز لانه لسه بيقرش، بس عموما الطبق عجبني. شكرا، يعطيك العافيه. ثانك يو. محمد، عرفنا عن الطبق اللي سويته. عملت لكم نودلز مع حبار. جميل، نشوف راي لجنه التحكيم. تفضلوا. راضي عن الصحن؟ لا، يعني انا مش متعود على المطبخ، لا الكلاماري عرفت اقليه صح ولا الصوص عرفت امسكه صح، بس يعني انت مش منظف بعد. بالغلط سفلتت مني، نظفت 90% اظن. غلطة الشاطر بلف. محمد، انت لك في الطبخ، فاشياء مثل هذه مفروض ما تمر عليك. يعني انت حاولت تنكه
هالطعمات ما في الا الثوم، لو سويت ثوم نودلز كان احسن. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك، شكرا شيف. ليك انا حبيت انه ما عملت شيء اسيوي، بس وين حطيت الصويا؟ حطيته مع السترينج بينز مع الزبده بس للملح. دقته كله سوا انت؟ لا ما لحقت. دايما 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 وانت خبير فيهم هالقصص، لازم تذوق الصويا لحاله ما بكفي، كان بعد بده كيك معه، بده كزبره، بده شيء يطلع الفليفر، بس انا عجبتني التوليفه، عجبتني الخلطه كلها سوا، يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا شيف. طيب انا حضطر اختلف معهم في حاجه، انا عاجبني الطبق. هل في حاجات ممكن تزيد عليه؟ اه في، بس كان لو معاك وقت زياده كان هيطلع هايل. شكرا شيف. تسلم. الان الحكام تذوق الاطباق ويحتاجون بعض الوقت عشان يقررون مين اللي طبقه راح يقطع وينقل الى الجوله الثالثه، ومين اللي طبقه راح يتقطع ويغادرنا. شكرا، اشوفكم بعد شوي. محتاج شويه سكر. انا بعد الكريتيك اللي اعطوني اياه. اه تحكم عنجد هني كانوا شوي هارش هالمرة، بس يا كثير. كيف صار الزيت عندك؟ ما شفت شيء. بركان أنا الزيت صار. للأمانة الجولة كانت جدا صعبة وتنحسب لهم، لكن خلونا نقيم الأطباق من جديد ونشوف مين اللي طبقة يستاهل إنه يتقطع. نبتدي بزينة. زينة أنا كان بالنسبة لي طبق ناقص نكهات كثيرة قوي. أنا ما بوافق من ناحية الطعم، أنا بالنسبة لي كان في طعمي، ما في طعميط وما في جرأة، بس في طعمة الصويا، في طعمة، في طعمة. أنا عجبتني صراحة، يعني الذرة اللي سوتها وشوحتها بالزبدة والكاجو كان صراحة يضاف لها. بالنسبة لمحمد أنا حسيت إن النودلز كان بالنسبة لي فش، حسيت بطعم الكريمة، حسيت بالحامض، حسيت بالزبدة، حسيت بأطعمة فيها. أنا ما استطعمت غير الثوم. أنا كل واحد ما بدوق صحنه عندي مشكلة معه. تروح لنور، نور الدين، شو حسيت صحنه؟ عنده فكرة حلوة كمان ما عرف ينفذها، بس كان في شوية طعم بالنودلز. يعني الفكرة إن هو يعمل شوية بسويت اند ساور وشوية عاديين، الفكرة حلوة، في الواقع طعمها ما كانش، أنا ما كنتش لاقيها. نتفق إن التلاتة ما استعملوش السيفود صح. وصلتوا إلى قرار نهائي؟ نعم. الآن جاء وقت إعلان نتيجة الجولة الثانية، خلونا نستقبل المتنافسين. جاء الوقت اللي نعرف فيه مين منكم راح ينتقل إلى الجولة الثالثة وينافس علشان يكون هو البطل في تشوب تحدي الطبخ، ومين اللي طبقه على لوح الاستبعاد راح يغادرنا. جاء الوقت اللي نعرف فيه مين منكم راح ينتقل إلى الجولة الثالثة وينافس علشان يكون هو البطل في تشوب تحدي الطبخ، ومين اللي طبقه على لوح الاستبعاد راح يغادرنا. نور الدين، طبقك تقطع. شكرا. حاب تقول شيء لجنة التحكيم؟ اي والله حاب اقول لهم شكرا، يعني تجربه فوق العاده بالنسبه لي، يعني ما توقعت حتى اصلا اوصل للمرحله الثانيه. احلى بارت في البرنامج ان الواحد قاعد يجرب شيء جديد، فاشكركم جزيل الشكر. شكرا لك ايضا حبيبي، الله يعطيك. تسلم نور الدين، تسلم ايدك على كل حاجه انت عملتها، بغض النظر انك انت كنت في فكره حلوه كنت عايز تعملها، بس هو للاسف السي فود كان طبعا تسويته غلط خالص، ان هو كان ناشف جدا والطعم للاسف الشديد كان فلات، فللاسف علشان كده طبقك اتقطع. شكرا نور الدين، يعطيك الف عافيه، تشرفنا فيك. تسلمون. تسلمون، مع السلامه. تجربه كانت فوق 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 المتوقع. اول شيء لاني انا داخل متحمس، وصحيح اقول ابغى افوز، بس عارف نفسي بطلع من المرحله الاولى، فاني اطلع من المرحله الثانيه فور مي اتس هيوج وين صراحه. زينه ومحمد، الحلا هو الطبق الأخير اللي لازم تسوونه قبل ما نعرف مين منكم راح يكون الليلة الفائز بتشوب تحدي الطبخ. سلموا على بعض. رحت كل شيء في حب العالم بقلب طبق الحلو، تقدموا واربح. جاهزين للجولة الأخيرة؟ جاهزين. افتحوا السلل. عندنا في السلة فول الصويا،
التوفو. توفو أنا باكلها كل يوم وبعرف إنه هي بتتشرب كل طعمة بتنزد لها، فأنا بعرف شو بدي زيد للتوفو. جبنة كرافت. عسل المانوكا. العسل هو المكون الوحيد اللي ممكن أتواصل معه لأنه فيه حلاوة، بس الباقي ما بعرف شو بيصير. أذكركم أي مكون إضافي تحتاجونه تلقونه في مخزن تشوبت المزود من قبل تعاونية الاتحاد يونيون كوآب. لإعداد طبق حلا يحتوي على هذه المكونات عندكم 30 دقيقة. وقتكم يبدأ الآن. بلشت أفكر، قلت خليني أعمل مثل كاستر التوفو، حلاوة التوفو. بدي أعمل كريمة مع التوفو، فجبت الماسكربون وجبت القشطة. بعدين راح أعمل شوكولاتة. هاي الجولة ما بدي أعقدها، بدي أعمل شيء سهل لأنه نص ساعة تساوي دقيقتين بشوب تحضير طبخ. راح أعمل شيء صحي. هيدا. راح أعمل على الأكيد حلو التوفو مع المانوكا. مفكر أطحن الصويا لأنه ما قلن طعم الصويا كمان. صويا المكون المتكرر؟ آها. بس هذا بالقشر ولا بدون قشر؟ من غير قشر. هذا الفيجيتيريان كثير بياكلوه، بس تلطوا بالمي وإذا بتحطوا له شوية بابريكا وكذا فيك تستعملوا مطرح اللحمة. راح أول خمس دقائق بالوقت. عايزة بعد كثير غراض، ماني عارفة شو بدي أجيب. بدي أخلي صحن الحلو يكون كثير صحي مثل ما أنا المكونات اللي بحبها بالبيت. راح أزيد بسكوي يكون بركة هو الباز تبع الطبق تبعي. عم قص حبوب التمر كرمال ينحط بطريقة عشوائية مع التوفو. أنا غرامة التمر صراحة. خفقت القشطة وضفت عليها الماسكربون، بعدين حطيت عليها التوفو، بدها حلا فقلت خليني أحط عسل. هذا من أغلى العسل بالعالم. نعم. هو أورجانيك، هو it's very raw، مش اللي هو processed ولا أي حاجة، فهو طعم العسل فيه قوي، لازم يدوقوه قبل ما يستعملوه، دي أهم حاجة. وكلمة المانوكا كمان لأنه النحل بنيوزيلندا بياخد الزهر من شجرة المانوكا. عم بدوق كثير حلوة. شو حلو كثير؟ العسل مولع. كيف ممكن أكسرها؟ فكرت بالإنجريدينت الرابع، الجبنة الكريمية اللي فيها ملح. راح أحط عليه شوية جبنة عشان الملوحة تكسر. أخذتها وحطتها بالشيلر عشان تبرد وتوصل للحكام باردة وطيبة. راح 10 دقائق وباقي لكم 20 دقيقة. راح أعملها كلها التوفو، راح أخلطها مع عسل. التوفو بيبقى ريبليسمنت أو بديل للجبنة. الناس اللي ما بتاكلش جبن او ديري فري او وات ايفر، بس طعمتها كمان فلات، يعني ما فلات بلا فلازم يتنكه طبعا، لازم يتنكه، بس بياخد فليفر حلو يعني بطعم حلو. طيب انا معوده على هالطعم بالبيت صراحه لانه انا بحط توفو وعسل. شو زينه ماشي الحال؟ عم بعمله مع حب يعني. اهم شيء الحب. بكفي الحب او ليك بكفي او ما بكفي. هلا رح اعمل شوكولاته. عم تخلط ايه؟ عم بخلط عشان هذا حلو وبدي شوية بترنس من الدارك شوكليت. بدي ادوبه مع شوية زبدة. اصعب شيء بالدنيا انه الشوكولاتة يتدوب بدون ما يصير كريستلايز. عشان اوفر وقت بالمايكروويف 15 ثانية. بتطلع بتتقلب بتنحط جوا 15 ثانيه، بتطلع بتتقلب بتحط جوا عشان نتاكد انه الحراره از ديستريبيوتد بالصوص. اذا بخرب هذا البروسيس بيخرب معي الشوكولاته، لازم اكون منتبه عليه وما بدي اعمل غلطات الجوله الاولى والثانيه. ضليتني قدامه. أوكي. واو خلصت هلا الشوكولاته معنا الحمد لله زبطت.
راح نص الوقت وباقي 15 دقيقة. آخر خطوة عندي أستخدم الصويا. هدول راح أحطهم ببلندر مع ليدي فينجر بس عشان أعطيها قرشة من فوق. فيني أخذ بسكوت من عندك؟ Where is it? I feel it's here. Thank you. محمد غرقان. شوكولا، كريم، بسكويت، ما فهمت شو عم يعمل. وعم كسر بسكويت لأنه بحب طعمة الفرقة. باقي من الوقت 10 دقايق. وهلا صار بدي ابني الطبقات اللي بدي اياها. فبدات بالاول بالصويا بينز والبسكت. بعدين حطيت عليهم شوكولاته. بعدين حطيت فراوله. هذا طيب معه. في بعض الجبنة ما استعملتها بولا محل. أنا عارفة شو بدي أعمل الجبنة. ما رح كتر جبنة لأنه أنا هدفي إنه يكون طبق صحي وشوي نباتي. ياي علق. رح شوف شو بصير هذا إذا داب. باقي من الوقت 5 دقايق. بلشت نضيف الكرامبل اللي عملته اللي هو الصويا بين مع البسكت. رحت نقطة جبنة على كل بسكوتة. رحت نقطة تمر. باقي 3 دقايق. صار وقت البرزنتيشن. هاي البسكوي رح حتى الباز. ان شاء الله تساعد بالكاسة. ساعد بالكاسة. على قد. رح رش شوية صويا مطحونة فوق التوفو. حطيت الفروتس كتوبيك. آخر 60 ثانية. شفت انه ناقصها لون اخضر. جبت الفستق وحطيته بالاخر. 10 9 7 6 5 4 3 2 1. ارفع ايديكم. جود جاب. واو، زينة مكي وصلت على ثالث جولة بتشوبت وعملت طبق حلو. يعطيكم العافية على المجهود الكبير اللي سويتوه. خلونا نشوف لو أطباق الحلا راح تعجب اللجنة. تفضلوا. محمد، ممكن تعرفنا عن الطبق اللي سويته؟ حلاوة التوفو. حلاوة التوفو. تفضلوا. الطعم انت بتعرف تبنيه حلو جدا. كابتكار بتبتكر كويس جدا. شكرا. التوفو انت نكيته بطريقه حلوه جدا، استعملته بطريقه ذكيه جدا. برافو عليك، تسلم ايدك. شكرا شيف. ليك منظره حلو. انا مشكلتي فيه انه يا ريتك ما حطيت بسكوت من فوق رجعت، لانه ما في لزوم. شوكليت بالنص لو اكثر شوي لانه طعمته كثير طيبه. وانا بالنسبه لي شخصيا هذا ما فيني كفي كله لانه في كثير جبنه وتوفو، يعني اتس تو كريمي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا شيف. بالنسبة لي أنا بحط المعلقة من تحت لفوق وبكل، بمر على الشوكولات، بمر على البسكت الكرانشي، بمر على الخلطة اللي سويتها الكريمة، بمر على الفواكه. طبق جيد جدا طيب والحلى فيه موزون. تسلم ايدك. شكرا شيف. زينة، بعرفينا على الطبق اللي سويتي. سميته توفو مانوكا. كله حب وصحة مفروض يعني. تفضلوا. إن شاء الله الحب يكفي بدون الطعم.
الصحن نميل للصحي فهو صحي، إذا رحنا للحلا يريد له شوي حلا. تسلم ايدك، يعطيك العافية. بصي هو كطبق صحي هو أكيد صحي، وانا حسيت ان هي فكره ذكيه جدا انك انت تستعملي التمر انك تحلي بيه بدل ما تستعملي حاجه تانية. كنت ممكن تكسري البسكوت شويه اكتر ما هو حته تخينه. انا كسرت شوي مع التوفو بس من تحت مش قوي ولكن كطعم انا مش مضايقه منه خالص، انا عاجبني طعمه والتقديم بالعكس حلو جدا. تسلم ايدك. ثانك يو. زينه انت فكرتي بطريقه صحيه، أنا بالتفكير اللي أنت فكرتيه كتير حبيته. أنا بقول يا ريت حطيت فواكه، الفواكه فيها حياة، بتنقل الحب لبر. كل الحب وأنت بخير. والحب كان جوا. كل الحب وصل. صحتك. شكرا زينة، وإن شاء الله طبقك يستاهل أنك تفوزين. الآن أعضاء لجنة التحكيم تذوقوا الطبقين، لكن بالنسبة للقرار الأخير واللي راح يحسم المنافسة راح يأخذون بعين الاعتبار كل طبق سويته في كل جولة. شكراً، أشوفكم بعد شوي. هي أصعب جولة أكيد، بس حتى أمال بالجولة الأولى والثانية. أنت بالجولة الثانية يعني شفتهم لما كانوا عم يأكلوا كانوا عجل؟ يا ما كانوا عم أنا كنت مبسوطة فيه بصراحة. أطباق زينة ومحمد متفاوتة في جولات ومتقاربة في جولات، خلونا نراجعهم من أول. زينة بأول طبق هي افتكرت أنه هي حرقت دجاج، هي ما حرقت دجاج لأنه كانت خلطة الترياكي مع الصويا الحلوة، الدجاج ما كان محروق، الدجاج كان ناشف. أنا موافقة طبعاً في الكلام ده، بس هو أنا بالنسبة لي المشكلة الأساسية غير أن هي كانت ناشفة وكان فيها شوية مرارة برضو عندي، أن هو ولا كان أبتايزر ولا كان سلطة. تجي عند الطبق الرئيسي لزينة، تتبيلة الحبار كانت طيبة. ليك لأنه اشتغلوا نودلز واشتغلوا الحبار فبدنا نقيم اثنين. أنا طعمة النودلز كانت طيبة عندها. أنا عندي مشكلة كان الحبار أنه كان صار قريب على الكاوتشوك. طيب بالنسبة لأطباق محمد، ليك محمد الستارتر يلي هو المقبلات فكرة كانت حلوة، طعمة ما كانت عاطلة، وحتى زبدة الفستق مع النودلز. بس أنا بالنسبة لي كان النودلز مطبوخ زيادة. أنا بالنسبة لي كان البينات باتر عالي شوية، فكان يمكن مغطي شوية على بقية النكهات اللي موجودة في الطبق، ولكن في الطبق الرئيسي أنا ما حسيت في طعمي. أنا ضعت، ما في عندي غير طعم الثوم. حتى أختلف معكم في دي، أنا كنت حسيت إن هي very fresh، حسيت بالحامض، حسيت بالكريم، حسيت بالزبدة. الطبق اللي إجاني فكرته حلوة بس ما في طعم. أما الحلو، أنا الحلو بتاع محمد كان عاجبني فيه بالانس على النكهات اللي موجودة فيه. أنا حسيته حلو في ألوان بس توصل لمطرح ما بقى فيك تكف. طيب ورأيك إيه في طبق زينة؟ زينة صحياً عجبني. طيب توصلتوا إلى قرار نهائي؟ نعم. والآن جاء وقت إعلان النتيجة النهائية، خلونا نستقبل المتنافسين. واحد من بينكم طبقة قطع، واحد للأسف طبقة تقطع. مين منكم قدر إنه يقنع اللجنة على مدى ثلاث جولات متتالية؟ ومين اللي طبقة على لوح الاستبعاد وبالرغم من وصوله إلى هذه الجولة ما راح يكون هو الفائز؟ زينة طبق تقطع، حابة تقولين شيء للجنة التحكيم؟ يعني إلي الشرف إنه ذقتوا أكلي اليوم، كان تحدي لإلي إنه كنت هون وصلت لهالمرحلة، وثانك يو كثير لأنه تحملتوا. زينة بدي أقول لك نحن اللي إلنا الشرف، بغض النظر إنه غمرتينا بحبك بالأطباق ثلاثتهم، بس أنا رح أقول لك كل طبق بطبقه. بالمقبلات الدجاج أنت كنت مفتكرة إنه محروق، ما كان محروق كان ناشف. بالطبق الرئيسي الحبار كان ناشف عم يعلق لأنه انطبخ زيادة، وبالحلا كان صحي بس ما كان التقديم تبعه في ألوان. لكل أسباب طبقك تقطع. Thank you. Merci. شكرا زينة، تشرفنا فيك. أبدا ماني زعلانة، أول شيء ما توقعت أوصل ل لهالمرحلة صراحة. مبسوطة لأنه عن جد تحديت حالي وصرت لهون، ومبسوطة كتير لمحمد.
محمد انت اللي نفذت كل اطباقك من ساطور اللجنه وفزت بالجوب تحدي الطبخ. الف مبروك. شكرا شكرا شكرا. ميكس من زعلان انه راحوا المتنافسين ومبسوط على الاخر اني ربحت. الشرف لي انه تعرفت عليكم، يعني مبسوط. الف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا كثير. فعلا انت تستاهل الفوز. شكرا. من هم المتنافسين الأربعة اللي راح يحاولون يقنعون لجنة التحكيم الأسبوع القادم؟ ومين من بينهم راح يفوز بتحدي تشوب؟ ايش هذا اللي قاعد اشوفه انا؟ ييه حطيت ملح كثير، حطيت ملح كثير. كثير عم بتوترنا. صراحة موقف ما اقدر اشرحه بالكلمات. تقدري تداري هواك. It's not a singing competition. أنا قربت أخلص، محتاج مساعدة؟ ساعد نفسك. أسوأ مرة طبخت فيها حياتي. بلا طعمة. فرخنا إيه؟ أنا متوقع شيء أحسن من هيك. كونوا على الموعد.